بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أين الإباء هاشم، أين الإباء؟ ما للعلا لم تلف منكم نبا، وينكم؟ أين الإباء هاشم، أين الإباء؟ ما للعلا لم تلف منكم نبا. هذا لوى العليا بلا حامل يا وسف، كلكم عن حمله قد أبى. بعد مقام في ذرى يذبل، كيف رضيتم بمقام الربا؟ شلون بني هاشم؟ بعد مقام في ذرى يذبل، كيف رضيتم بمقام الربا؟ ما تاكم ما على كربلاء من نبأ، منه شباكم نبأ. ما جاءكم أن العظيم الذي على الثريا مجدكم طنبا. مضى إلى الرحمن في عصبة لنصر الرحمن قبل اجتبى، وخلفوا عزائز الله من دون محام يا وسف، وخلفوا عزائز الله من دون محام للعدا منبا. إن التي يسجف أستارها جبريل، مثل هالأيام والليالي، إن التي يسجف أستارها، شلون كلام هذا؟ إن التي يسجف أستارها جبريل أضحت في وثاق السبا. والله في وثاق السبا تود لو أن الدجا، يعني الليل دائم ما يطلع فجر، ليش؟ لما عن الرائي لغى غيبا. وإن بدا الصبح دعت من أزن، يا صبح لا أهلا ولا مرحبا. وإن بدا الصبح دعت من أزن، يا صبح لا أهلا ولا مرحبا. أبديت يا صبح لنا وجوه، أبديت يا صبح لنا وجها، لغى جلال الله قد حجب. يا هاشم العليا، ولا واحد ولكم. الخطب قد أعضل وعصوا صبا، ما صد أسماعكم عن ندا زينب، ولف على زينب. وقدرت ألا محام لغى، لكن حدا الذكل أن تندبا. يا لاشم زينبك فلتوغ، ليش دالي بكربل عفتوه؟ ليش عفتوه وتخلوه بحزن؟ يا ذنب حرمة أبد ما تستجن، الناقة شافت زينب وقامت تحن، وانتو جنكم أبد ما شفتوا. يا بكون يلفوها للفاجدة، مو يخلوها تظل بين العدا. وزينب لكم يا لاشم والدة، وتعبت لكم يا من جازيته. نار مية بالمخيم تستعور، وزينب برجليها تسحق على الجمور. معلم الطفي النار من الزغر من يوم الباب، وانتو لا نار اللي ضطفيته، وانتو لا نار اللي ضطفيته. بعد شو تقولهم زينب؟ راح اجيكم للمدينة بيا وضيع، وانا حتى ما بقى بعيني دمع. ريت ويم انكسر مني الضليع، وجثتي ويا الطاهرة دفنتوها، وجثتي ويا الطاهرة دفنتوها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. الليلة ختام مجلسنا، أحاول أن أسرع عجلة البحث هذه الليلة باعتبار نختم المجلس، وأشوف في مجالس البصرة إن شاء الله بعد يومين أكمل هذا البحث، ما أكمله ما أدري.
دراسة في الأراجيز الحسينية كما قلت بخدمة الأحبة، خلينا مقدمة مهمة لهذا البحث، تلخيص لكل ما فات على جناح السرعة. خلينا مقدمة مهمة لهذا البحث مرتبطة بثقافة اللسان في القرآن وروايات النبي وآل عليهم السلام. هاي المقدمة أخذت منا يومين تقريبا. ثم جئنا إلى الرجز، بينا شنو معناه، لما يستخدم في حروب العرب. قلنا عادة ما يستخدم لأمرين، يولي التعريف عن النفس، يولي شد العزيمة عادة. بعدين انتقلنا إلى محطة أخرى وقلنا الرجز هل هو من بحور الشعر يولا، والإشكال الذي أثير على ذلك وجواب ذلك الإشكال، أنه الرجز إذا كان يعتبر من الشعر النبي كيف قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، والقرآن يقول وما ينبغي له بالنسبة للشعر، وأجبنا على ذلك. ثم انتقلنا إلى أغراضه في الواقع وقلنا أكو غرض تعليمي، وأكو رجز طفولة، وأكو رجز حرب. ثم جئنا إلى رجز الحرب اللي شغلنا ويا بهاي الليالي، وقلنا بأن أعداء آل البيت في كربلاء لم يرتجزوا، وهذا أمر يلفت النظر لأنهم قبل كربلاء ارتجزوا، كما كان يقول ابن النابغة أضربكم ولا أرى أبا الحسن، والإمام ابتسم عليه السلام وقال يكذب ابن النابغة، يراني ويعرف مكاني بس أنا لما أجي يهرب مني. وهند لما قالت نحن بنات طارق في الواقع كانوا أعداء أهل البيت يرتجزون قبل كربلاء، عدم ارتجازهم في كربلاء يشكل علامة استفهام، ولا واحد منهم ارتجز في معركة كربلاء مع أنه قبل كربلاء كانوا يرتجزون. ليش؟ يظهر وصلوا من الهوان والضعة والخسة والضعالة إلى دركة في كربلاء بحيث ما يقدرون يقولون شيء. يعني شنو يقول يرتجز أمام ابن رسول الله وبنات رسول الله؟ شنو يقول؟ يفتخر بشنو؟ يفتخر بأي عار هو فيه. ذهبتم بعارها وشنارها سيدة زينب عليه السلام، بأي عار يفتخر؟ لو يعرف عن نفسه بشنو يعرف عن نفسه وهو يقاتل ابن فاطمة الزهراء ابن رسول الله؟ ولهذا مرتزوا سكتوا، بعكس معسكر الجنة، هذا معسكر النار الشكل، أما معسكر الجنة بالعكس كان كل واحد منهم يتقدم، أصلاً مو يرتجز مرة واحدة، مرتين ثلاثة أربعة، لأنه في موضع عز وفخر إلى آخره، وفي موضع الحق والجنة والهدى. نعم الجماعة ارتزوا بعد قتل الحسين وبشكل يدينهم، املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيدة، وهذا هنا السيدة يضيف لعنوان من عناوين أو تجلي من تجليات الإمامة في الرجز الحسيني الليلة نتكلم به إن شاء الله تعالى، عنوان السيد، الحسين سيد، إني قتلت السيدة المحجبة، قتلت خير الناس. شوف 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 هل ما تقول عنه بهيمة أظلمها للبهيمة، أظلمها يعني البهيمة ما سوى هالشكل، البهيمة البهيمة جواد الحسين يوم العاشر رجع يصيح الظليمة الظليمة يعني. ما سوى هالشكل جواد الحسين، ما شرب هو هم، ما شرب يوم عاشورة، جواد الحسين يميل على اليمين، هو يحاول أن يوازن وقوع الحسين حتى ما يأذي الجواد. تظلم الحيوانات إذا ذولا يعني لا تضوج مني من هالشكل أتكلم، لا تعتبرني متطرف أبدا. القرآن الكريم يقول عن بعض الناس كالأنعام بل هم أضل، هاي ثقافة قرآنية أنا أتكلم، اللي يعترض عليها يعترض على القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول عن بعض الناس أضل من البهائم، البهائم أحسن منهم. مهم يو ذاك الخبيث مروان الوزغ ابن الوزغ يقول له يا حبذا في اليد ولونك الأحمر في الخدين، يقول اليزيد شفيت قلبي بدم الحسين، هذا بعد قتل الحسين، أما في كربلاء ما كان. ثم جئنا إلى الرجز الحسيني في معسكر الجنة، معسكر الهدى، معسكر النبي صلى الله عليه وآله، مو معسكر الجاهلية والضلال والانحراف والنار. فلما جمعنا الرجز الحسيني شفت يأشر على أمور مهمة، يعني يكثر من ذكر أمور أساسية مهمة. شنو هاي الأمور الأساسية المهمة؟ عدة أمور،
على رأسها تركيز مضمون وجانب الإمامة في ثقافة القرآن وأهل البيت والدين وإلى آخره، يركز على هالجانب هذا الإمامة. ولهذا أنا لهم أقول إحشاية، أقول هذا اللي يكتب بأهل البيت ينظم الشعر بأهل البيت حلو يطلع على هاي الأمور، من المهم أن يطلع على ذولا لا أعلم أصحابا أبر وأوفى ولا أهل بيت شنو نظموا وشنو كتبوا وشنو قالوا، يأخذ منهم هاي الثقافة، شنو المفردات اللي استعملوها حتى المفردات اللي تستعمل بأهل البيت تحافظ على قداستهم مكانتهم، ما يكون بعضها بيها إسفاف يو بيها أخطاء يو بيها ميوعة يو بيها مما يستعمل في غير آل البيت عليهم السلام في مجالات أخرى بعيدة عن أجواء أهل البيت وثقافة أهل البيت. هذا الكلام أقوله لنفسي أولاً ولغيري، ومن باب تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مو من باب إساءة لأحد يو إبراز عضلات، هذا أمرنا ما بي إبراز عضلات بعض على بعض، هذا جانب خدمة حسينية نتعاون عليها كل إحنا، تعاونوا على البر والتقوى حتى نحاول نخرج هاي الخدمة العظيمة بأحسن ما نستطيع عليه، وإن كانت هي أكبر منا وأعظم منا وأكبر من إدراكنا وفهمنا، ولكن باللي نقدر له نطلعها بالشيء اللائق اللي تستحقه بالمقدار اللي نقدر له إحنا، نكون نتعاون. هذا الكلام أقوله من باب تعاونوا على البر، من باب تواصوا بالحق، مو من باب شيء آخر، إنه إحنا موضوع خدمة حسينية ما بيها. أقول من المهم من الضروري أنه يتم الاطلاع على ما قاله هؤلاء الكرام، مفرداتهم ثقافتهم الأولويات اللي خلوها بهذا الرجز، حتى نتعلم منهم شلون نكتب وننظم بالحسين عليه السلام وآل البيت، وهكذا بالشعراء الكبار أهل الذوق، يعني مثل دعبلي ومثل المتأخرين سيد حيدر الحلي رحمه الله وغيرهما ممن نظموا وأجادوا في آل البيت وكان عندهم خبرة في هذا المجال، سيد إسماعيل الحميري مثلا شلون نظم بأهل البيت عليهم السلام وغير ذلك في الواقع. هذا ضروري. لما واي أكو عندي حكي مشكلة والوقت يعني قليل وما أعرف شلون أرتب الأمور. هذا الرجز الحسيني لما خليته أمامي شفته يركز على أمور أساسية، الأمر الأول شنو؟ الإمامة. الإمامة ذكرها من خلال عنواني وعناوين، عناوين. أول عنوان توقفنا عنده يا عنوان الإمامة في رجز أبي الفضل وعن إمام صادق، وقلنا عنوان الإمامة حسب الظاهر بس العباس عليه السلام ذكر في الرجز مالته. ثم انتقلنا ليلة البارحة إلى عنوان آخر وهو عنوان السبط، وقلنا منهج النبوة ومنهج الأسباط في ثقافة القرآن الكريم يشكل اتحاد، أكو اتحاد بين هذا المنهج وهذا المنهج، ولهذا القرآن لما يذكر الأسباط على الأقل البارحة جبت لكم ثلاث موارد من ثلاث سور في القرآن الكريم، لما يجيب الأنبياء يذكر إلى جانبهم ماذا؟ الأسباط، ما يذكر الأسباط في موارد أخرى، يذكرهم مع الأنبياء على الأقل بثلاث سور ذكرتها بخدمتكم البارحة، إضافة إلى ملف سورة الأعراف اللي طولنا به يصير أربع ملفات قرآنية، لما تذكر الأسباط تذكرهم مع من؟ مع الأنبياء، وهذا يدل على وحدة المنهج واتحاده، أهل اصطفاء أهل اجتباء. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله لما ذكر الحسن ذكره أنه ماذا؟ سبط، ولما ذكر الحسين ذكره أنه سبط. هذا العنوان يؤشر على إمامة الحسن والحسين، اصطفاء الحسن والحسين، اجتباء الحسن والحسين، اختيار الحسن والحسين. فلما القاسم يقول سبط النبي شنو؟ ها، يؤشر على هالمعنى. يو ذكرت إن حسينا أحد الأسباط اللي قاله زهير، يو حتى العباس إني أنا العباس أغدو بالسقى ولا أخاف الموت يوم الملتقى، بعدين يقول نفسي إيش لسبط الكذاج وقى. هاي اللي سبط اللي يذكرها قمر العشيرة، هذا عنوان السبط عن الحسين عليه السلام، هذا يؤشر إلى عنوان اصطفائي اجتبائي اختياري، مو عنوان عادي، الحسين سبط، الحسين إمام. هذا عنوان السبط ورد أيضا في
رجزي أبي الفضل عليه السلام مثل عنوان الإمام. وتكلمت بمقدار ما عن هذا العنوان في ثقافة القرآن والروايات، وانتهينا من ذلك. قلت لكم أكو عنوان ثالث للإمامة في الرجز الحسيني آخر المجلس البارحة وما تكلمت فيه، والكلام فيه كثير، راح أختصر حتى أنتقل عنوان رابع اللي هو عنوان الإمام الهادي. أقدم حسينا هاديا مهديا، هاديا مهديا، عنوان الهداية. وهذا فد عنوان عظيم أصلا. صاحب الميزان هكذا يقول، يقول وين ما تذكر الهداية في القرآن تذكر وهي مرتبطة بالإمامة. جعلناهم أئمتي يهدون، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أنا المنذر وأنت الهاد. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. هذا المهدي من قبل الله تعالى أحق بالاتباع ممن يهدى من قبل الهادي من قبل الله تعالى. وأئمتنا مهديون من قبل من؟ من قبل الله، وهم هداة لخلقه في الواقع. ولهذا في آية سورة الأعراف العظيمة، ليش قلت لكم ركزوا عليها اهتموا بيها، أمة شنو شغلهم؟ يهدون شنو؟ بالحق وممن خلقنا، يهدون بالحق وبه يعدلون. دول ما يخلو منهم زمان، مثل ما كان أكو قسم منهم من قوم موسى، أكو قسم منهم من بعد رسول الله كما ذكرت سورة الأعراف الملفين. مثل ما في السابق ذولا موجودين، في اللاحق ذولا هم ما يخلو منهم شنو؟ زمان. يهدون بالحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. الطريف، وهنا أنا كلام مهم أقوله بخدمة الأحبة إذا يلتفتوا لي وما يتعبون مني، أنه المسلمون بعد رسول الله ما تبعوا اللي اهتدى من المهدي من قبل الهداهم الحق تعالى. وهي فد مصيبة كبرى. بتعبير آخر أسهل الحكي، يعني هسه مرة واحد ما أخذ الهداية مثلا من سيد الشهداء المهدي من قبل الله تعالى بشكل مباشر، أخذ الهداية مثلا من حبيب بن مظاهر الأسدي، وحبيب المظاهر الأسدي ما أخذها منين؟ من الحسين عليه السلام. وحبيب المظاهر الأسدي قال له إمامك الحسين، كون تتبع الحسين وتعرف الحق، وعرف الحسين من خلال حبيب وعلى العين وعلى الرأس. مشكلة المسلمين بعد النبي يوم من عمار يوم من سلمان يوم من أبي ذار يو إلى آخره، مشكلة المسلمين بعد النبي أصلا مشوا ورا ناس لا هم مهديين من قبل الله ولا هم مهديين من قبل الهداة. تعال هاي شو تخلي لها وطيب، مشوا ورا ناس أصلا هم كانوا من أهل الهداية يوم من غير أهل الهداية، من غير أهل الهداية. وتعال هاي فطامة كبرى، هاي فد مصيبة كبرى. النبي يقول مخلف فيكم ثقلين ما أن تمسكتم يوق قرآن وعترة كنت تأخذون دينكم منهما. ذولا يعني تصور التبس النبي رفضه، حسبنا كتاب الله، حتى القرآن رفضه، حسبنا كتاب الله لما النبي قال ائتوني، لما القرآن قال ورث سليمان داود قالوا حتى القرآن مريده، النبي يقول لا نورث. فهم رفضوا شنو؟ رفضوا الثنين، يعني هم لو باقين على القرآن. الزهراء قالت لهم أني أرث أبي بالقرآن، قالوا لا مريد القرآن هم لا. وهذا طبيعي، لأن هو اللي يرفض العترة يعني يرفض شنو؟ يرفض القرآن. طبيعي الأمر، كلش طبيعي الأمر، كلش طبيعي. أنت من ترفض النبي وآله رفضت القرآن. القرآن يقول ما آتاكم الرسول فخذوه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. إطاعة مطلقة مثل إطاعة الرسول يعني الأمر معصومين. أنت تجي ترفض أولي الأمر يعني رفضت القرآن. أمر كلش طبيعي، هو القرآن شو يقول؟ الأمر تلقائي وطبيعي. أقول هسه المسلمون بعد النبي أصلا ما اتبعوا أهل الهداية، تركوا أهل الهداية وراحوا الناس آخرين. فيهم كلام كثير ما نقدر نسولف. الشكل هذا
عنوان الهداية في القرآن عنوان عظيم. وطبعا العلماء يقولون اكو هداية تكوينية عامة يجيبولها آيات من القرآن وهي هداية الله لعباده من خلال العقل والفطرة، اكو هداية تشريعية هداية الأنبياء، اكو هداية تكوينية خاصة الإمام بعد النبي. الهداية فيها كلام كثير. هذا العنوان لما يرد في كربلاء بالحسين عليه السلام فيه كلام كثير، هذا تجلي من تجليات الإمامة في الرجز الحسيني. كنت التفتولة أمام كل هذه المعاني الجليلة إضافة إلى آيات القرآن وأحاديث النبي وآله بالإمامة، يجيك واحد يقول لك الإمامة ما كانت موجودة ولا واضحة ولا ظاهرة إلا بالقرن الخامس وأواخر القرن الرابع، الإمامة ابتكرها الكليني والإمامة تبلورت بزمن المفيد، وقبل المفيد إحنا ما كنا نعرف شنو الإمامة. شو هذا الكلام؟ أنا ما أفهمه شنو حقيقة، أنا هذا الكلام ما أعرفه شنو، ما أعرف هذا اللي يتكلم بهذا الكلام. يعني هو حتى الوارد عن الإمامة بكتاب المفيد رحمه الله يوب كتاب الكليني رحمه الله، هو الكليني نقل بشكل مباشر عن المعصوم من دون وسائط، يو الكليني ذكر عن رواة، ذول الرواة يشكلون طبقات، طبقة تكمل طبقة إلى أن تصل وين؟ تصل للمعصوم عليه السلام، تصل الزرارة اللي هو معاصر الصادق، يو تصل المحمد بن مسلم اللي هو معاصر الصادق، يو تصل الهشام اللي هو معاصر الصادق. الكليني خمارة ومن عصر مباشرة عن الصادق يو الباقر. سوه هج الكليني؟ ما سوه هج الكليني، رواياته مسندة الكليني، وهذا الإسناد يمثل طبقة بعد طبقة، طبقة تستلم من طبقة، طبقة مثلا الرابع تستلم عن الثالث، والقرن الثالث يستلم عن شنو؟ عن الثاني، وهكذا. فأنا ما أفهم هذا شنو يقول أنه الإمامة ما كانت واضحة إلا بالقرن الخامس الهجري، جو العلماء سووا الحكي هذا، أنا أتعجب منه يعني، ما قاعد أفهم هذا الحكي. قالوا حديث الاثني عشر ما موجود إلا في الكافي للكليني، وقبل الكليني هذا ما كان موجود، مع أنه بصائر الدرجات للصفار موجود، على الأقل في روايتين في بصائر الدرجات حديث الاثني عشر موجود. زين، هو حديث الاثني عشر موجود بس بمصادرنا يوم مصادر غيرنا. البخاري معاصر الإمام الهادي، وفي البخاري حديث الاثني عشر موجود، وفي مسلم حديث الاثني عشر موجود، والبخاري معاصر إمامنا الهادي. أي قرن رابع تحكي عنه أنت؟ والبخاري هم ناقلة عن رواة يوصلون للنبي. ما أفهم شنو يقولون الجماعة، شنو يحجون، ما أعرف. البخاري بزمن الهادي يجيب رواية كيف بكم كذا إذا نزل فيكم عيسى وإمامكم منكم. الطريف يقولون بالصحيحين ذكر للمهدي ما موجود، بالسنن الأربعة موجود، أما بالصحيحين ما موجود. وقع كتاب ألف بزمن الهادي عليه السلام يتكلم عن عيسى ينزل بآخر الزمان وشنو بعد؟ وإمامكم منكم. هاي كلمة إمامكم منكم، النبي يتكلم عن منو إمامكم منكم؟ عن المسلمين وغيرهم. زين، من هو إمامهم منهم؟ منو إمامكم منكم؟ منو؟ ما تفهم شو يحشون شو يقولون. هذا أصلا نفس الرجز الحسيني مؤشر من مؤشرات فهم موضوع الإمامة بالنسبة لشيعة أهل البيت بزمن أهل البيت عليهم، بزمن ظهوره، وإحنا الآن هم بزمن أهل البيت. إمامنا عليه السلام موجود بس غائب، مو ما موجود، موجود بس غائب. إحنا الآن بزمن إمامنا عليه السلام، أقصد بزمن ظهور أهل البيت الإمامة كانت واضحة لكثير من أتباع أهل البيت. هسه تقول لي مو كلهم، طبيعي مو كلهم. الآن إحنا بهذا العصر هم مو كل الشيعة حيثيات الإمامة كلها واضحة عندهم الآن هذا شيء طبيعي يعني، هذا مو سابقا كان بس، ما الآن هم موجود من بعد كل هاي السنين
الآن بعض الشيعة، يعني الآن أكو مجموعة من الشيعة أو أكثر، مو كل حيثيات الإمامة مهضومة عنده واضحة عنده، أو متابع كل مثلا رواياتها يو آياتها يو فاهم كل شؤونها. حتى الآن هذا الشيء هم موجود، مو بس بذاك الزمن موجود، حتى الآن هم موجود. هذا أمر طبيعي، الناس إدراكها يشكل درجة واحدة يو درجات، فهمها للأمور مختلف، هذا فهمه أسرع ذاك فهمه أبطأ، هذا معرفته أكثر ذاك معرفته شنو أقل، هذا يخلي وقت لهاي الأمور المهمة ذاك ما يخلي وقت، بلته مثلاً بحياته ورزقه ما مهتم بهاي الشؤون، فما تشكل عنده ذيك الأولوية المهمة حتى يعرف كل مسائله. هذا طبيعي ومو طبيعي عند الناس، تعامل انت ويا بشر طبيعي، طبيعي. ولهذا احنا نعتقد أئمتنا كانوا يكلمون الناس على قدر شنو عقولهم، هذا كلش طبيعي. أما تقول لي الإمامة عند كل أصحاب أهل البيت وشيعتهم ما كانت واضحة، هذا حكي ما مقبول ولا مرضي، والأدلة والبراهين هم ترفضه جملة وتفصيلا، حكي ما مقبول. هذا إمامة واضحة أصلا شيء آخر، هي نفس هاي الروايات المسندة طبقة بعد طبقة، شنو معنى يجي للإمام يقول له منو الإمام اللي بعدك إذا هو ما يعتقد بالإمامة، وأنه الإمام بعد إمام، والإمام تكون هاي مواصفاته، شنو معنى يسأل عن الإمام من بعده؟ يعني مو رواية ولا اثنين ولا ثلاثة، مجموعة يشكل تواتر، كل إمام عليه السلام ينص على الإمام اللي يأتي من شنو؟ من بعده، والشيعة يجتمعون حوله ويأخذون دينهم منه ويطوه، ملاحظ حقوقهم الشرعية ويقصدوه في مكانه، كل هذا وين أوديه أنا؟ كل هذا يشكل فوق التواتر، مو تواتر، فوق التواتر. لا يضحكون علينا هسه، لعله بعض الشباب يقول هذا الكلام مهم، كلش هم مهم، كلش هم مهم، لأن أكو سموم صفراء، رياح صفراء من هنا وهناك قاعد تشتغل على شبابنا. فمن البداية يكون أخلي الفكرة واضحة عند شبابنا، حتى من تجي هاي السموم وهاي الرياح الصفراء هو عنده فكرة عنها، عنده فكرة عنها. شغل أكو كثير على أمتنا وعلى نبينا وعلى إلى آخره. تعبت الشباب يا ولا؟ أصلاً أنا أعتقد هذا الرجز الحسيني الوارد في أهم المصادر التاريخية من كتب الخاص والعام يؤشر على أن الإمامة بكثير من شؤونها كانت واضحة عند كثير من الشيعة، وإلا ذولا أصحاب الحسين أهل بيت الحسين يجيبونها العناوين المهمة اللي كلها قرآنية، عنوان الهداية، عنوان الإمامة، عنوان السبط، عنوان كما الآن سأشير السيادة، عنوان السيادة كما الآن سأشير. هاي تدل على شنو؟ تدل على شنو هاي؟ أنهم كانوا يتعاملون مع الحسين شنو؟ كإمام معصوم مفترض الطاعة. هذا عنوان آخر، عنوان الهداية، فيه كلام كثير، نترك كثير من الكلام فيه إلى وقت آخر. عنوان رابع وهو عنوان السيادة، عنوان شنو؟ السيادة. هذا حسين سيد الأخاير وسيد الكبار والأصاغر. من اللي يقول هذا الشعر؟ عثمان ابن علي ابن أبي طالب شقيق العباس عليه السلام، لما برز كانت يقول هذا حسين شنو؟ سيد الأخاير وسيد الصغار والأكابر. يعبر عن الحسين سيد. رسول الله صلى الله عليه وآله قال للحسين، قال له أنت سيد، ابن سيد، وأنت إمام، ابن إمام، أبو أئمة. النبي صلى الله عليه وآله قال عن الحسن والحسين سيدا، النبي صلى الله عليه وآله قال عن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وفي بخاري غيرنا ذكر أنها سيدة نساء أهل الجنة.
سيدة نساء أهل الجنة. وهكذا روايات في هذا الجانب واردة عن النبي في آل بيته كثيرة كثيرة. السيد هو كبير القوم، هو التجتمع به الصفات الطيبة، هو الحليم، هو الكبير الكريم في لغة العرب. طبعا الأصل في هاي المادة اللي يرجع للسيد وغيره مادة سودة كلغة عربية، والأصل في هذه المادة السواد اللي هو في قبال البياض والقرآن. وطبعا هذا عنوان السيد كمصطلح إسلامي استعمل بشكل خاص في علي وأولادي علي صلوات الله وسلامه عليه. وذكرت لكم بعض نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، كم محاور هاي المادة وردت في القرآن؟ وردت بجانب تشريعي، الخيط الأبيض من شنو؟ من الخيط الأسود اللي بعض الصحابة من نزلة الآية كما هم ينقلون جاب له خيط أبيض وخيط أسود وصور هالشكل يعرف وقت الصلاة. النبي قال له مو هالشكل صلى الله عليه وآله، الأمر ما كان واضح عندهم لهالدرجة هذه. توقع يعني هذا كان المستوى العلمي عند أكثرهم، دول شلون يؤخذ منهم دين فيما بعد يعني من دون باب مدينة العلم علي بن أبي طالب عليه السلام؟ توقع هل معنى هذا أو هل مادة هاي كقرآن كريم وردت بمحور آخر وهو محور اللون؟ محور شنو؟ إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه شنو؟ مسوداً، لون مسوداً. يقول القرآن لما يتكلم عن الألوان يوم القيامة قسم وجوه مبيضة وقسم شنو؟ مسودة. هسه هنا بياض الوجوه وسوادها بشكل مجازي وحقيقي اختلف المفسرون. البعض قال مجازي، شلون إذا بشر أحدهم بالأنثى خو وجهه ما يصير أسود، يعني هو ما كان وجهه أبيض وصار شنو؟ صار أسود. من يقول وجهه صار مسود بمعنى الهم على والغم والحزن بهالمعنى صار أسود، ولا وحقيقة صار أسود لون وجهه بقى على حاله بس يكون مهموم مغموم. فالبعض يقول القرآن لما يتكلم عن سواد الوجوه يوم القيامة بهالمعنى هذا، والبعض يقول لا، سواد الوجوه وبياضها يوم القيامة يكون مو مجاز وإنما شنو؟ حقيقة الوجوه هالشكل الصير. اختلفوا. احنا كون نرجع لأئمتنا هنا نشوف أكو روايات واردة عن أئمتنا في هذا الجانب، والروايات تكون هي الفيصل في الواقع في هكذا مجالات وغيرها. فالمحور الثاني اللون، المحور الثالث السيادة لهذه المادة في القرآن الكريم. السيادة، السيادة في القرآن الكريم ذكرت بجانبين، جانب سلبي وجانب شنو؟ إيجابي. لأن ابن أمير المؤمنين من يعبر عن الحسين سيد يعني ماذا يقول؟ ابن أمير المؤمنين وابن أم البنين فقيه عالم مو إنسان عادي، هذا شقيق العباس تربية الحسين وتربية الحسن وتربية قمر العشيرة. انتو ياي لو مو ياي؟ تربية حتى العباس وتربية سيد الشهداء أخوه وتربية الإمام الحسن أخوه وتربية أمير المؤمنين أبوه فقيه. من يعبر عن الحسين سيد يعرف شنو يقول. فكون شوية نتأمل ندقق هاي المفردة من يقولها عن أخيه الحسين عليه السلام. التفتوا لي يا أحبة يا كرام يا أعزة يا خدمة الحسين، الله لا يحرمنا من هاي الوجوه، الساعة ركضت علي مع الأسف، الله لا يحرمنا من هاي الوجوه، كل سنة إن شاء الله أرى هاي الوجوه بخير وعافية. جاه الحسين عند الله، خدمة الحسين، أحب هذا الوجوه وأحب هذا السواد على سيد الشهداء، ما قصرتوا من واحد محرم لليوم، ما قصرتوا بحضوركم بتفاعلكم، الله يعزكم ويديمكم. زين، أقول بالمحور الثالث اللي هو محور السيادة، القرآن ذكر السيادة بجانبها الحقيقي الإيجابي وبجانبها المو صحيح السلبي. بجانبها السلبي التجي بمعيار الأموال والسلطة. أسا الأموال مرة بجانب حلال وحرام بيها على العين وعلى الرأس، ولكن بشكل عام تكون بجانب ما بي ميزان شرعي عادة هالشكل يعني.
إنسان عنده فلوس تقول له سيدي، إنسان عنده سلطة تقول له شنو سيدي. هسه عنده سلطة ومؤمن وخير ويخدم الناس على العين وعلى الرأس، ولكن عنده سلطة وموازين شرعية ما عنده، هنا المصيبة، هنا الطامة الكبرى، كما هي حالة الأكثرية يعني. مرة هالشكل أطعنا سادتنا، كما القرآن سادتنا، أطعنا شنو سادتنا، لأن إطاعتهم لسادتهم كما هم يعتبروهم سادتهم، إطاعة في مكانها في محلها وفي غير محلها، أضلون السبيل في غير محلها، واضح ما أدري واضح الكلام، في غير محلها، لأن أضلوهم سادتهم، أخذوهم الجهنم سادتهم. مرة سيادة بهالشكل تأخذ الجهنم، ومرة القرآن يعبر عن يحيى ها وسيدا وحصورا ونبيا. هاي 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 سيدا وشنو وحصورا ونبيا. القرآن لما يذكر يحيى يذكره هالأمور الثلاثة. شوف السيادة بجانبها الإيجابي وين تجي، شوف شلون السبط أسباط القرآن يخليهم ويا الأنبياء، يعني اصطفاء واشتباء. السيادة في مكانها الصحيح في مجالها الصحيح، سيدا وحصورا ونبيا، تجي هنا شوف شوف وين تتخلى السيادة. البارحة ذكرت لكم هذا التسلسل المهم الثلاثي في ثقافة القرآن بالولاية والعزة ورؤية الأعمال. بعد شنو ذكروني ها؟ أي أحسنتم الطاعة وجوب الطاعة جزاك الله خير. وما أدري البارحة ذكرت خمس مصادر قرآنية التسلسل الدقيق هذا الثلاثي. يو آية يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، ها بعد القرآن يتكلم عن الربانيين والأحبار، ربانيين والأحبار، نبيون ربانيون أحبار في التسلسل، الأحبار علماء، ربانيون أوصياء، الأنبياء أنبياء بعد. هاي الأمور كون يلتفتوا لها شبابنا. السيادة في مكانها الصحيح هنا تتخلى. النبي يقول الحسين أنت سيد، ابن سيد، أخو سيد، أخ سيد، أنت إمام، أبو أئمة. النبي يقول له شوف السيادة هنا وين تتخلى بثقافة القرآن والرواية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. انتبه لي حبيبي، نور عيني، ابن أمير المؤمنين من يذكر الحسين عليه السلام بالسيادة يعرف شنو يسوي، يعرف شنو يقول. سيادة العلم وسيادة الإيمان وسيادة الكرم وسيادة الحلم وسيادة النسب الرفيع. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، والحسين من آل إبراهيم. إن الله اصطفى، اصطفى، سيادة الاصطفاء والاشتباء والاختيار. ذل كل شريف لشرفكم، هاي السيادة. ذل كل شريف، ذل كل شريف لشرفكم. فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأعلى درجات المرسلين، حيث لا يسبقه سابق ولا يلحقه لاحق، بل ولا يطمع في إدراكه. هي 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 شي يقول إمامنا العاشر، شي يقول إمامنا العاشر علي الهادي عليه السلام، وين وصلوا أئمتنا عليهم السلام؟ عواطف ما قاعد أسولف بخدمتكم، كلام خطابي بطابع مبالغة ما قاعد أسولف بهالشكل بخدمتكم. هذا عنوان من عناوين الإمامة والسيادة في الرجز الحسيني العاشورائي، مهم، شكل تجلي من تجليات الإمامة. الشاعر يقولهم ستم الناس بالتقى وسواكم سودته الصفراء والبيضاء. اللي علي بن أبي طالب قال غري غيري يا صفراء يا بيضاء. هذا عنوان آخر، تجلي آخر، أيضا فيه كلام كثير. عنوان آخر، أميري
حسين ونعم الأمير، هذا قيل يوم عاشوراء، يا عنوان هذا. لا يزال الإسلام بخير، ما هو 12 أميرا، خليفة، نقيبا، وحدة منهن أميرا، أميري حسين، هذا عنوان مهم. احنا بنسلم على أمير المؤمنين، نقول له على علي بن أبي طالب، نقول له السلام عليك يا أمير المؤمنين. في الرجز الحسيني ورد أميري حسين ونعم الأمير. عنوان آخر، واحد ارتجز يوم عاشوراء ذكر الحسين ووالد الحسين أمير المؤمنين، قال ذاك الذي نعرفه الوصية. هذا عنوان الوصاية لأمير المؤمنين، عنوان سهل تصورون؟ عنوان الوصاية مرتبط بالإمامة يو ما مرتبط؟ ذاك الذي نعرفه الوصية يعبر. شلون الإمامة مو واضحة عند الشيعة؟ ما متبلورة الإمامة، الإمامة جت بعدين، فهم بشري، إمامة فهم بشري، كلام مو صحيح هذا. إمامة واضحة ومفترض الطاعة وتشكل امتداد لطريق النبوة، وهم الحجج على الخلق بعد رسول الله، بس بعنوان إمامة مو نبوة، لأن النبوة ختمت بسيد الخلق بأبي الزهراء صلى الله عليه وآله، وجدت حجية الإمامة والأمور كانت واضحة. وأمتنا بالنسبة لشيعتهم كانوا يشكلون مفترض طاعة والأمور واضحة. ذاك الذي نعرفه أكثر من هذا، عنوان آخر كذا إلى آخره، البجلي، هسه نسيت الشعر، كذا البجلي أنا على دين علي، هكذا ارتجز يوم عاشوراء، أنا على دين علي. شنو على دين علي؟ تعال فهم شنو على دين علي، شنو أنا على دين علي؟ ها يوم العاشوراء، ها يوم عاشوراء قيلت أنا على كذا، أنا الكذا الكذا البجلي أنا على دين علي. شنو على دين علي؟ اليوم أكملت لكم دينكم، دينكم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 18 ذي الحجة وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا دينهم. أنا على دين علي، كان يقول يوم عاشور، هذا تجلي من تجليات الإمامة الحقة، إمامة الجنة في الرجز الحسيني. أنا على دين علي، كان يقول بصريح العبارة، ودين علي هو دين النبي، ودين النبي هو دين الله. يوم مثلا رجز آخر ويشكل عنوان آخر من عناوين الإمامة في الرجز الحسيني، أنا الغلام الأبطحي كذا، لا بعدين يقول من عترة إلى آخره، من عترة، هذا يذكرنا بحديث الثقلين لو ما يذكرنا، مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وشنو وعترتي أهل بيتي، هذا يقول من عترة إلى آخره، يتكلم عن العترة الطاهرة المعصومة واجبة الاتباع المتمثلة بالمعصومين الواردين في حديث الثقلين المتواتر عند جميع المسلمين. الرجز الحسيني شكل مدرسة يوم عاشوراء، مدرسة، هذا بس بعنوان الإمامة هالقد بيه تجليات، بس بعنوان الإمامة. أنا قلت لكم الرجز الحسيني ركز على أمور مهمة، أولها الإمامة من خلال عناوين، الأمر الثاني بيناه وما بيناه لحد الآن، ما بيناه، الأمر الثالث المهم نركز عليه الرجز الحسيني ما بينا، الأمر الرابع نركز عليه الرجز الحسيني ما بينا، أنا بعدني بالأمر الأول عبر عناوينه المتعددة،
للآن صار 6 عناوين 7 وأنا مشتبه 8 ما شاء الله 8 عناوين بس بالإمامة في الرجز الحسيني يوم عاشوراء. يجي يقول لك ما كان اكو إمامة، الإمامة صارت بالقرن الخامس أو بالقرن الرابع. يقول أنت ما فاهم شيء من تاريخنا وتراثنا، ما فاهم شيء. إذا غابت الشمس فتمسكوا بالقمر من بعدي والزهرة وبعدين بالفرقدين. قيل يا رسول الله ما الشمس ما القمر ما الزهرة ما الفرقدان؟ قالهم أنا الشمس والقمر علي بن أبي طالب، تمسكوا بي من بعدي، تمسكوا بي من بعدي، تمسكوا مثل ما تتمسكون بي تمسكوا بعلي، مثل ما تتمسكون بعلي فاطمة تمسكوا بالحسن والحسين، تمسكوا مثل ما تتمسكون بي تمسكوا بعلي بن أبي طالب. شنو يعني تتمسكون بي تمسكوا بعلي؟ ايش تعني يعني تتمسكون بي كنبوة تمسكوا بعلي كإمامة وغير ذلك؟ الله يديمنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين إن شاء الله، ولا يفرق بيننا وبين مولى الموحدين صلوات الله وسلامه عليه، ويديمنا على ولايته وعلى خدمته إن شاء الله، على خدمة الحسين. مجلسنا بي أهل فضل تجاسرت بحضورهم سيدنا الميلاني الله يحفظه، مشايخنا الكرام، خادم الحسين سيد محمد حسين وإن شاء الله يحفظه، بقية سادتنا مشايخنا اللي أشوفهم بعض الأحبة ما أعرف أسمائهم، الله يعزهم ويديمهم ويحفظهم جميعا، ويديمنا وإياكم على خدمة الحسين إن شاء الله، ولا يفرق بيننا وبين الحسين. حافظوا على خدمة الحسين أحبابي، نجاة الدنيا والآخرة بهالمجالس بهالشعائر الطيبة بذكر أهل البيت باللطم عليهم إحياء شعائرهم، حافظوا عليها. الله يديمكم ويعزكم ويحفظكم بالنبي وآله، صلاتكم صومكم حلالكم حرامكم موازينكم الشرعية، علماءكم الجامعين للشرائط أهل التقوى والورع والعلم. هذا امتداد الكليني لليوم، هالامتداد هذا الطيب حافظوا عليه، الله يعزكم ويديمكم، الله يسددكم للهدى والخير والحق إن شاء الله تعالى، جاه محمد وآله الطاهرين. هي هاي ترى سر نجاتنا بهالدنيا، هذا ذني ذكرتهم بخدمتكم إن ذني، حافظوا عليهم، الله يعزكم ويديمكم إن شاء الله تعالى. الليلة ليلة وقتي كلش راح، الليلة تأخرت الليلة بالكلام، بس بعد لأنه آخر ليلة كان ببالي أخلي حصة للرثاء أكثر، بس قلت خلي أكمل العنوان الأول هذا اللي أقدر له بعد، ونشوف بحث أكمل بقية عناوين. لا الله كريم، ادعونا بالتوفيق والتسديد بخدمة الحسين عليه السلام، ادعونا نبقى على هالخط وعلى هالطريق، هذا جاه الحسين عند الله، سددنا إن شاء الله لخدمة الحسين والنعي على الحسين. أنا أريد دعاكم إلي ولإخوتي خدمة الحسين، نبقى ننعى على الحسين، وإلا إحنا لا أصحاب محاضرات ولا أصحاب، هم يحزنون. شرفنا بدمعة على الحسين عليه السلام، خدمة الحسين والنعي على الحسين، هاي الله يديمنا على ذلك ويديمكم إن شاء الله تعالى، مو أكثر من ذلك. وهو هذا ماكو شيء أعظم منه، أن ننعي على الحسين ونقرأ على الحسين، شاء من شاء وأبى من أبى. دمعة على الحسين ورثاء الحسين شوية. المهم ليلة الدفنة 3 أيام أبو السجاد، لليلة بعد على الرمضاء، بكرة يندفن الحسين. ذولا بنو أسد إجوا، تدرون العرب عندهم عادة يدزون نسوانهم يجيبن الماي، موجودة هاي العادة. أنا بعمري أنا شفت في بعض القرى من كنت أروح بطفولتي أشوف النسواني يأخذن الماعين للنهر يغسل الماعين والملابس، أنا شايف بعيني شايف. موجودة هاي العادة عند العرب أنه نسوانهم تجيب ماء، نسوانهم يغسل الملابس عن نهر ماعين ما أعرف شنو، هاي عادة العرب. فودوا نسوانهم شوفن الجيش ما موجود يا بجيبن ماء إنه من الفرات، راحن يجيبن ماء شافن الأجساد الزواج. هذا عمر بن سعد دفن جيف قتلاه وترك الحسين وما خلى زين العابدين يدفن الأجساد، لو يستعين بني أسد مثلا ما خلى، مشت الضعينة والحسين على الرمضاء 3 أيام مولانا لحد الليلة بعدها على الرمضاء. النسوان رجع للزلم قالن يابا من جيب ماي؟
تعالوا دفنوا الأجساد بعدين نجيب ماي. خوش موقف، الله يجزوهن خير. قال ان شفنا الحسين مقطع. وليد علي الأكبر بصفوان رضي الله عنه البيت أصحابه، تعالوا يا الزلم تعاونوا على دفن الحسين. الفتلاوي يقول الأسدية حاشمت نسوانها جاية تدفن غريبة وطانة، شلون جت نسوانها متك الستور، شلون حرمة وايجة بذاك الشعور، تشوف حرة من الشرى من الشعور، تشوف مجموعة عمت بردانها، عار والله على الزلم للحشر عار، ليش الجار للجار العرب تكرم الجار. يا بليش مرمح سيان الثالث نغار، ثالث نغار وصحبته من كهولة وشبانة. قاموا زلم بني أسد ملاحظوا اجوا الى ارض المعركة. يا بقامت وجوق الزلم وتحزمت، اربعين من العشيرة تلازمت، اشتدت احتدت صدق وتوزمت. يقول قالوا للنسوان اذا ترجع ننتن خلنا احنا ندفن الحسين. قال انو ياكم نساكم رايحة 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 حسين نعشة لا بجي ولا صايحة. تزدال الصايحة ابو عبد الله. شي عندك ما قصره ابو عبد الله، الله يزوم خير يوم عاشورة. رفعوا الراس والله. الرواية بكامل الزيارات، واحد من هذه الأوراق يزور الإمام الصادق، قال له بلغني ليلة النصف بكامل الزيارات من شعبان الشيعة يجتمعون. قال له الإمام بين نادب يندب وقص يقص، زلم أطفال ورجال وكذا ونسوان يقعدون يم قبر جدي الحسين يبكون على الحسين. يسأل هذا قال له صحيح؟ قال له اي والله الإمام دعالهم عليه السلام. قال الله يزوم خير. يا بقال انو ياكم نساكم رايحة حسين نعشة لا بك ولا صايحة، زينب النايحة وين النايحة، ميسر الحرة بحكم عدوانها. بقوا يتناقشن الزلم والنسوان بين ما هم بالملامة وبالجدال، طلع راشب قال شلكم يا الرجال، تفرقوا عن الجثث يمنى وشمال، طايرة من شر مي اذهانها، قال شنه وقوفكم يم الاجساد، كون بينوا للصدق شنه المراد، قال انا امامكم زين العباد واسفر لهم عن وجود ايمانها. قال وحسين انت خيانة لدفنته، كل جهدنا وما قدرنا تجذته، لا مواراته ولا من صحبته، الضايعة تحت البوار بدانها. قالوا حفروا هنا والدفنة تهون، بنوح مستعبر دمه تجري العيون. قالوا بلا يغسل ندفن شلون، بل تيروى من الغسل عطشانها. قال هذا الرايح اقلاشن الراي ناشدوني هاي على التركاي، لو فرضنا يحصل للتغسيل ماي وين شوكا فورا وجفانها. قال حفروا هنا والدمع كات، وشال ابوه شلون لصبر وثبات، قال ريت الموت يعدمن الحياة بويا، ولا أشوف معفر بتربانها. وقف الإمام يمشاب مقطع بالسيوف، بك يما شاد راسه، يا بني سد حطوا الأكبر يما أبو، هذا أخوي أحزام ظهر وان أخو، هذا المغبر وجوه الحارب. القاسم كذا فلان الرضيع صدر ابوه الى اخره الانصار. قالوا له ارجع انت تقول عمتك تنتظر. قال لهم بعد واحد جزانا وفات، قالوا له بطل ظل على المسنات.
ختام المجلس نريد هدية من الزهراء عليها السلام، تنظر لنا في الدعوة ديها الكريمتين تدعون يا بقالة وبعد عباس البطل على المشرع وجثته بحد السيوف موزع شلون مصرع شبل حيدر مصرع قطع جفوف القضى جيمانه اجا الامام العمه يقول له دق عد يا عمي وشوف قيدي والسلسله الورمه تجيدي ومجرح من الغل وريدي اويله راح وهلي من ايدي. رجع الامام للكوفه تمن عليه النسوان عليه التمن النسوان شي تبكي وشي تعد هاي على الاخو تنشد ذيك على الولد تنشد هو بينين واقف الكل وحده جوابي يريد رباب تصيح خبرني عن ابن البسهم مفطوم صدر ابوه ليلى رجلين ابوه رمله ويا الهاشميين فلانه 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 كملن النسوان. زينب قالت لي ان خلصت خلصنا. قالت لعمه بقيت انا وياك. الله يرحم شاعر النجف الكبير السباك حج معين شيخ معين رحمه الله ويرحم كل خدمة الحسين. قالت لعمة يا علي السجاد عندي وياك هالنجدة هاي للسباك رحمه الله. يا عم عادة الميت يصير على الترب خده يا بخده خده شلون دفنت اخويا حزين وهو راس ماعز.